السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم في حلقة جديدة. موضوع حلقتنا لهذه اليوم عن نبتة زينة جميلة ورائعة وكثر عليها الطلب والأسئلة، وهي متوفرة في عموم المشاتل، نخلة مدغشقر. نخلة مدغشقر نبتة استوائية تكثر في جنوب أفريقيا وأستراليا. هذه النبتة يؤثر عليها في الشتاء البرد والصقيع، وفي الصيف لا تحب الشمس المباشرة. لها ساق شوكي، هذا ساقها شوفوا، ولها أوراق تنمو في أعلى النبتة، هاي أوراقها في أعلى النبتة. هي نبتة مزهرة أيضا ولها أفرع جانبية، لكن هاي على ساق واحد يعني بعدها صغيرة. في الحقيقة هي أنواع عديدة، فمنها الشوكي، هاي اللي هسه بصورها لكم شوكية، ومنها الأملس يعني ساقها ما بيشوك، غير شوكي مثل هذا. اكثار هذه النبتة يتم عن طريق الخلفات التي تنمو في أسفل النبتة، يعني هاي أسفل النبتة شوفوا تظهر خلفات حولها، وهذه الخلفات ممكن فصلها وزراعتها في تربة أخرى أو أصيص آخر وتنمو وتنجح ما عليها شيء. يعني طولها يصل إلى 7 أمتار بل وحتى إلى 10 أمتار، يعني ممكن تكبر توصل 7 أمتار 10 أمتار. التربة اللي تنمو بها هذه النبتة يعني هي كل أنواع التربة، لكن أفضلها التربة الممزوجة مع البتموس، يعني تسوي تربة متكونة من التربة والبتموس، تخلطهم مع بعض وتزرع بها هذه النبتة. وهذه النبتة ممكن زراعتها في التربة يعني في الأرض مباشرة، وممكن زراعتها في الأصيص يعني السندانة. السقي في الصيف يعني هذه النبتة تسقى كل 4 إلى 5 أيام مرة واحدة حتى لو يبست تربتها، وفي الشتاء ممكن سقيها يعني كل أسبوع أو 10 أيام. يعني هذه النبتة لا تحب الشمس المباشرة، هذا فيما يخص الصيف، يعني الشمس المباشرة تحرقها يعني تأذيها، يعني ممكن إذا تريد تحتفظ بها تضعها في ظل حائط. هسا شوفاني هذا حائط، هذا الحائط بوفر لها ظل كافي، أو في ظل سقيفة قمرية. يعني أهم شيء يعني في ظل معين يغطيها حتى تنمو وما تتأثر وتنجح. ممكن أيضا تسميدها كل 3 أشهر أو 4 أشهر بسماد NPK، لكن أنا والله ما لحد الآن يعني ما مسمدها وماشية ناجحة، هي أخذتها أصغر من هذا العمر. أوراقها خضراء جميلة سميكة وأيضا ملساء شريطية متطاولة. هاي كل المعلومات عن هذه النبتة، نبتة مدغشقر، وأنصحكم باقتنائها. هي أيضا نبتة قوية وجميلة، ومن تكبر تكون يعني بشكل أجمل من هذا، يعني هاي نبتة صغيرة جبتها فقط للتوضيح مو أكثر، أو حتى سوى عليها فيديو. تحياتي لكم، سعد كامل. Thank you.